ستهبه يعني. انا ما اتصور يعني رجال الداخليه والامن الوطني وبقيه مفاصل اللي يشتغلون على الابتزاز الالكتروني يعني مو حريصين ابدا، هم في قمه الحرص. نعم. قمه في الحرص على الحفاظ على هويه الشخص اللي تعرض للابتزاز. وانا انقل لك حاله بدون ذكر اسماء، يعني اكو احد الاشخاص اللي لجأ لي يعني في وقتها تعرض لعمليه ابتزاز يعني من احدى الانسات او احدى البنات، فخطأ الولد يعني تعرفون يعني صار خطأ وسحب الصورة وظلت تبتزه وهددته وبدت تدخل هي على الخاص على اصدقائها طبعا على الفيسبوك، واختارت مجموعه من الاصدقاء دزت لهم نسخ من الصور. الولد انضغط جدا يعني، فقلت له يا باوع انت بس تفتح وياها موضوع الفلوس وتاخذ من عندك وجبه اولى والله تبيعك البيت مالتك. قال لي شنو الحل؟ قلت له الحل نتجه للقانون، نروح للدوله، نروح لرجال الامن. يعني الموضوع كليته هذا ايش قد صار الموضوع صعب. نعم. يعني خلال ايام وتحياتنا لرجال الامن قدروا بان يوصلون لهاي المراه وانسجنت وانتهى الموضوع والولد في امان اليوم. فهنا أنا يا اخوان انا اكرر رسالتي، والله اليوم نمتلك القدره على القاء القبض على المبتز باقصى سرعه. لا تعطوهم مجال، لا تخلوهم يستغلوكم ياخذون من عندكم فلوس وكذا، لان هذول سخروا مواقع التواصل، هي شغلتهم صارت هاي مواقع التواصل الاجتماعي يعني صارت شغلتهم باب يعني ياخذون فلوس من الناس. فانت يبيعوك بيتك، بيتك هالقد ما يظلون يبتزونك يبتزونك ما يرحموك، يقول لك يعني اعطيني فلوس وراح اعوفك وبس هالمره. لا كذاب او كذابه، راح تظل يسحبون من عندك فلوس وياخذون من عندك فلوس الى ان يبيعوك كل شيء. فانت ليش هيك؟ انت زيد الغلط بعد اغلاط اكثر؟ لا ابدا، اشتغل على روحك وهاي رجال الامن موجودين وراح تلقى هواي حلول.